تعلم سيرة رسول الله ونحن أولى من غيرنا بهذا الأمر، وتطبيق سيرة رسول الله شيئا فشيئا شوية شوية. في التاريخ ولا يزال، وحتى في الكتب المعاصرة اللي تكتب في هذه السنين وفي هذه الأيام، تعريف أكو بأفراد منحرفون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري، عباد البصري، عباد البصري فلان فلان. أكو حديث عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يرويه مختلف طوائف المسلمين، لعل بعضكم شايف الحديث. حديث مفصل إجماله يذكر 12 ممن طفحت كتب التاريخ. هذا تاريخ الطبري شوفوا، تاريخ ابن الأثير شوفوا، ابن خلدون شوفوا، التواريخ الأخرى شوفوا، العقد الفريد شوفوا، بالمئات والمئات والمئات من القصص عن هؤلاء الاثني عشر. من المعروفين بأنهم من العباد، ولكن لا على سيرة رسول الله، مجرد عباد. هذا جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كل سيرة رسول الله. أصوم وأفطر، هذا سيرة رسول الله. أسهر وأنام، هذا سيرة، هذه سيرة. 12 يذكرهم الأحاديث، هذول اجوا في أيام الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، اجوا إلى مكة حجاج، وصلوا مكة وجذب وقحط وانقطاع أمطار فترات طويلة، ما عندهم ماي، حجاج ما عندهم، عطاشة. من شافوا هذول العباد اللي كان صيتهم في زمانهم يطير في كل مكان، أهل مكة مو فقط الحجاج، أهل مكة اجوا قالوا لهم دخيل تعالوا ادعوا الله يجيب لنا مطر، احنا عطاشة وانتم مجموعة عباد، كل واحد منكم يرفع يديه الى السماء ينزل المطر. إذا ولا إجوا توضى، واثنعشهم، اثنعش اسم بالتالي بالحديث أكو، إجوا حول الكعبة، طافوا بالكعبة، توضى طافوا بالكعبة، صلوا، رفعوا أيديهم إلى السماء. 24 يد لاثني عشر عباد رفعت إلى السماء، تضرع دعاء بكاء، لا غيم لا مطر لا شيء، لأن هذه مو سيرة رسول الله، رسول واحد هو الذي كان يقضي حوائج الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بقي عنده درهمان من أموال المسلمين بالليل يحاول يمشي ليبقي إلى غد، هذه سيرة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الملايين ويموت وهو مديون لأصوع من شعير، هذه سيرة رسول الله، هذه المجموعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مأكله، في ملبسه، في بيته، في كلامه، مع أبسط الناس، مع أخف الناس، يستمع إلى الضعيف،
يصغي إلى الطفل، يصغي إلى الصغير، يصغي إلى العدو. مو فقط عابد وخلاص، بس يصلي هذا شغله شنو؟ عابد. العبادة قمة الأمور، ولكن في إطار سيرة رسول الله. دعوا ماكو. أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منار، منار في الروايات. النار التي توضع على جبل، على مرتفع، هذا منار. حتى من الأطراف من البعيد يشوف. مسؤولية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قبل الله سبحانه وتعالى أن يعرفوا أنفسهم ويعرفوا الآخرين أحيانا. فتقدم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وهو موجود في المسجد الحرام قدم إلى هؤلاء الاثني عشر وذكرهم بأسمائهم كما قلت واحدا واحدا، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، أسماء 12 شخص. ثم قال لهم: أما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ يقولون يا الله ما يجيبكم، ما عش انت، احنا لازم ننتبه، نحن نعرف اهل البيت ونعرف اهل البيت ونعمل به. أما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ 12 مو 11 مو 10 مو 9، خلي واحد. ما كان هذول هم أجابوا بالحكي مو قاصرين، ولكن في الواقع مقصرون. قالوا للإمام زين العابدين: علينا الدعاء وعليه الإجابة. إجابة خو مو شغلنا، مطر خو مو شغلنا، مطر يجي، مطر شغل الله، احنا شغلنا نقول إلهي أغثنا، نتضرع إليه، ندعوه، نريد ماء، نحتاج ماء، نحتاج مطر، نستسقي ربنا. بس هو تكليفه بعد يسقي. هذا جواب لهذا الكلام. الإمام ما قال لهم أنتوا تكليفكم مطر يجي حتى يقولون احنا مو تكليفنا. الإمام قال لهم تكليف الله، كلف نفسه بأن يمطر من يسمع لله، الله يسمع. فتقدم الإمام زين العابدين صلى الله عليه ودعا بكلمات وحمل المطر. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فقط العبادة، العبادة جزء لا تتجزأ من سيرة رسول الله بلا شك، العبادة الركن، ولكن مو كل سيرة العبادة. العبادة الإطعام الركن، مو كل السيرة الإطعام. العلم الركن، مو كل السيرة العلم. العمل الركن، مو كل السيرة العمل. لقد كان لكم في رسول الله، هذا الشخص بعلمه بعمله بقوله بعفوه
بكلامه بعطائه بأخذه بمعاشرته. تعلم سيرة رسول الله واستعملني الإمام زين العابدين سلام الله عليه وسلم بما تسألني غدا عنه. الله تعالى يسألنا ما كانت سيرة رسول الله، ما يسألنا، أكيد يسأل، لأن هو يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أنا ما أعرف سيرة رسول الله، طبعا بالمقدار المرتبط به كل شخص، إذا ما أتعلم شلون أعمل؟ أعلم سيرة رسول الله؟ هذه فد مناسبة جيدة، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان بحمد الله أنتم موفقون، أما مجال هذا الأمر أكثر، يعني له مجال أكثر. يتعلم سيرة رسول الله الإنسان ويطبق سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت يدافع عن رسول الله. وما أكثر هذا الأمر في هذه الأيام، وما أكثر المغفلين في هذه الأيام.